الوزراء. بعد الصلاة جات لي أخبار تانية قالت إن في ضرب رصاص حي حصل أمام مجلس الوزراء، وفي بنات دخلوا المجلس واعتدي عليهم بالضرب أو بالسحل على الأرض وخلافه. فكان لازم طبعا أنزل أشوف الأحداث على أرض الواقع. الأمر صعب جدا ومتوتر جدا، وأنا الحقيقة مش شايف إن كان في ضرورة أبدا لاستخدام العنف من قبل الشرطة العسكرية، حتى ولو كان هناك خطأ تم من قبل أحد الثوار، حتى ولو أنا بفترض ما اعرفش في خطا تم ولا ما فيش خطا تم، لكن بفترض استخدام العنف من الشرطه العسكريه في هذا التوقيت توقيت خطا وفعل خطا، وهو اللي ادى الى تفاقم الموقف في هذه اللحظه. انا ما اقدرش اقول للمعتصمين امام مجلس الوزراء انتوا غلطانين في حاجه، الاعتصام كان بشكل سلمي، مطالبهم مشروعه جدا، ما عملوش، بالعكس فتحوا عمليه تحرير امبارح واول امبارح واول اول. النيه ما كانش فيها اي استخدام للعنف. اللي اضطرهم لان انهم يتعاملوا مع الشرطه او اضطرهم ان هم النهارده في تحديث طوب او خلافه، اللي عملته الشرطه العسكريه من ضرب وسحل وضرب كما قيل لي، انا ما شفتش الحقيقه بس قال لي ان كان في رصاص حي في اصابات وكلام من ده شيء خطا جدا. نطالب بالتحقيق الفوري، نطالب بمحاكمه المسؤولين عن تطور الاحداث، لان احنا مش عاوزين ابدا الثوره السلميه تنجرف في طريق احنا رافضين ندخل فيه من اول 25 يناير وحتى هذا اللحظه. طب حضرتك يعني هل ممكن الحادثه دي تضاف لمزيد من الحوادث اللي احنا بنشوفها على مدار شهور بنطالب بتحقيقها؟ شوف، في الثوره المصريه كل شيء ممكن، وفي الثوره المصريه لا احد يستطيع ان يتوقع ماذا سيحدث بعد 5 دقائق من الان. لكن احنا انا بتكلم لحد اللحظه اللي انا واقف فيها، هناك تصعيد من قبل افراد من الشرطه العسكريه اللي عند مجلس الوزراء بالذات، نطالب بالتحقيق فيه، واذا كان هو فيه مخطئ في الشرطه العسكريه يحاكم فورا ويعلن ذلك بشكل علني وبشكل سريع حقنا للدماء، وحتى نقدر ان احنا نعمل على احتواء الموقف والازمه الحاليه. هو حضرتك كنت رايح في اتجاه مجلس الوزراء، كنت رايح تعمل مفاوضات مع احد الشرطه العسكريه؟ لا 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 لم تكن في نيتي اي مفاوضات خالص. انا كنت رايح مع مجموعه من الاخوه علشان خاطر اشوف موضوع على ارض الواقع، عشان لما اتكلم او حتى اتسال واجاوب يبقى انا شايف الموضوع عامل ازاي. لان انا جات لي اكتر من روايه في المسجد، روايه بتقول ان كان في سياره فيها ضابط وبنت ومش عارف ايه، وروايه ثانيه بتقول ان كان في ولد كوره دخلت مجلس الوزراء فدخل يجيب الكوره فحصل، الروايات كتيره جدا. فاحنا بنقول نشوف على ارض الواقع ونشوف الشباب بيقولوا ايه على ارض الواقع، عشان حتى لما نتكلم صح. لكن لا مظهر شهير ولا اي واحد في التحرير ولا اي واحد في مصر يملك ان هو يتخذ قرار يمشيه على الولاد دول او على الشباب بتوعنا. لا كوسيط احنا بنشارك الوساطه. انا لا استطيع ان اتوسط في مفاوضات او في مصالحات الا اذا فوضت من الثوار انفسهم. انا لا اتبنى مبادرات من تلقاء نفسي، لازم الاول يكون الشباب دول مختاريني انا ومحملين رساله، وانا عارف ان لما هوصل لقرار هقدر امشيه عليهم. انما طالما ما حدش كلفني وطالما ما حدش طلب مني تدخل، يبقى تدخل في هذا التوقيت ليس مطلوب. لا تدخل حضرتك لوحدك من غير ما حد يستضيفك. شيخ مظهر وايت قلت من واقع الجمل، واقع الحواوشي، واقع شباب الشعب. احنا مش عارفين كل شيء واقع مختلف. اول حضرتك من بدايه ونخلص من الحكم العسكري ده يا راجل، كل يومين ونخلص من الحكم الظالم ده، كل يومين احداث كل يومين نفاجئ بواقعه مختلفه وباستمرار استمرار الاحداث على هذا النحو، وان كل يوم يكون فيه قتل او يكون فيه شهداء او يكون فيه مصابين، ده امر بيزيد الطين بله. وانا قلت الكلام ده خطبه الجمعه النهارده، المسؤول عن عدم الاستقرار هو الذي لم ينفذ مطالب الثوره حتى هذه اللحظه. لو ان مطالب الثوره تحققت في اول يومين في اول اسبوع في اول شهر كان الناس دول روحوا بيوتهم، وكان زمان النهارده عجله الانتاج شغاله ومفيش اعتصامات مفيش كلام من ده. يبقى احنا لازم نحدد المسؤوليه اولا. المسؤوليه على من؟ المسؤوليه على الذين لم ينفذوا مطالب الثوره ولم يستجيبوا لمطالب الثوره حتى هذه اللحظه، وعلى راسها المحاكمات والتطهير الشامل. هو الاعتصام اللي امام مجلس الوزراء سببه ايه؟ سببه ان في بعض الناس في وزاره الجنزوري او في اعتراض على شخص الدكتور الجنزوري نفسه باعتباره كان جزء من النظام السابق. كان الحل الامثل من وجهه نظري لهذه المشكله من الاول خالص ان احنا لما نشكل حكومه نبقى حريصين ان احنا ما يبقاش في حد من عليه اعتراض او حد معروف حتى للراي العام ان هو كان مشارك في النظام السابق. ده هو الحل. انما انا اجيب اشخاص معروفه وافرضها على الناس وبعد كده يحصل عنف فاتهم الناس دول بالعنف، دي مساله ما بتصبش الا في مصلحه عدم الاستقرار، خراب البلد، تدمير البلد وخلافه. انا شخصيا مع ان المسؤولين الان يبقوا على مستوى المسؤوليه، يتخذوا قرارات فوريه بتحقيق مطالب الثوره، التطهير والمحاكمات،
دول اهم مطلبين النهارده، العزل السياسي اللي ما تمش وما صدرش بيه قرار لحد النهارده، واضطر الشعب مشكورا ان هو ينفذه بنفسه في الانتخابات. ده كان مطلب كان ممكن ينفذ بمرسوم، زي ما امبارح صدر مرسوم بانتخاب رئيس الجمهوريه، كان يصدر مرسوم بالعزل السياسي عشان نهدي الناس. وان كنا بنقول احنا مفيش بيننا وبين حد عداوه بشكل شخصي خالص، احنا عداوتنا مش عداوه كمان، احنا خلافنا مع او على اسلوب اداره مصر في المرحله القادمه. هل تدار بنفس العقليه اللي دارت اللي اديرت بيه في النظام السابق؟ يبقى ما عملناش حاجه في ثوره. التغيير يبدا من تغيير الاشخاص، احنا ما غيرناش حتى الاشخاص حتى نطالب بتغيير الافكار. اذا كنت بقول تغيير افكار، تغيير منظومه، تغيير شكل اداره، يبقى غير الشخص نفسه، انما الشخص موجود هو يبقى هغير ازاي؟ المساله محتاجه يعني تنفيذ، ومحتاجه ان انا اشوف الثوره على انها ثوره وليست فوضى. ومفيش نتائج، يعني احنا بنرجع لنقطه. ما هو ده مش انا بقى، ده اقول لك ايه بقى، ده انا قلت سالك كلامنا من شويه، ده ان احنا فقدنا قوتنا لما اختلفنا مع بعض. النهارده اللي يجيب لك العباسيه يحط قدام التحرير ويقول لك ادي الناس ودي ناس، ودول عاوزين مصر ودول عاوزين مصر، ودول وسائل الاعلام تعمل بوست، يعني تعمل الشاشه نصين كده، العباسيه والتحرير، كان مصر بقت نصين، نص عاوز ونص مش عاوز، ونص عاوز المجلس ونص مش عاوز المجلس. طب نمشي كلام مين بقى يا جماعه؟ اتفقوا انتوا مع بعض الاول وبعد كده نمشي كلام الشعب. اضف الى ذلك ان اللي في التحرير انفسهم النهارده مختلفين مع بعض. النهارده احنا كنا ناسيين العلماء بتوعنا، وفين الناس اللي هي الدخولات اتعملت بشكل مدروس جدا عشان يقضوا على هيبه الحكماء اللي انت سيادتك عاوزهم، او على ان ثقه الناس في هؤلاء. في اشخاص ما فيش حد بيعترض عليهم، او يعني ذات مصداقيه زي حضرتك وزي المستشار زكريا عبد العزيز. في اشخاص ما فيش حد بيختلف عليهم، ليه دول ما يبقاش ليهم دور؟ ليه ما تشكلش لجنه من الناس اللي ما فيش حد بيختلف عليها، اللي معروفه ان ملهاش طموح، اللي معروفه ان هي مش بتاعه اعلام؟ انا عندي دواء في مزرعه عمر مكرم، قاعه كبيره، قعدت اسبوع انتظر ان هم ياخدوا قرار يودوا الدواء ده فين. اختلفوا. عارف الطريقه عامل ايه؟ اغلق القاعه واطفي النور والمفاتيح، يا جماعه اتفقوا، وما تتفقوا على قرار تعالوا اسلمه لكم. لكن لو انا النهارده سلمت الدواء لشريف، هيجي الاستاذ يقول سرقوا الدواء، وان سلمت للاستاذ هيجي شريف يقول سرقوا الدواء. طب الحل ايه؟ انت والاستاذ يا شريف اتفقوا مع بعض وتعالوا اسلمكم الايه؟ الدواء. ده لدرجه ان انا شخصيا ليا متعلقات في القاع. النهارده انا لبست الاول مره في القاع في الغرفه بتاعه الخشب اللي جوه، انا القاعة دي كنت بتوضى وبعدين بلبس وبعدين بطلع الخطبه. انا شخصيا مش قادر اخش القاعه، مش قادر، مش راضي اخش. ليه؟ عشان ما يتقالش واحد دخل واحد خرج، في حد عارفني في حد مش عارفني. طب اللي مش عارفني شاف واحد بقى بص بنطلون دخل، هيطلع مداني يقول لك شفت واحد بقى بص بنطلون دخل القاعه. لو انا طالع في ايدي شنطه فيها العلم والكوكولا بتاعتي، هقول في واحد طالع كان فيه شنطه من الدواء. فعملنا ايه في النهايه؟ قفلنا القاعه وقلنا يا جماعه اتفقوا وشكلوا لجنه. بالفعل شكلوا لجنه، جردوها دلوقتي شغالين، وبالفعل شغالين في لجنه، وان شاء الله هيسلموه. حتى نسلمه لمين؟ ناس عايزه نقابه الاطباء، ناس عايزه نقابه الصيادله، ناس عايزه اتحاد الاطباء العام. طب ليه ما حدش هيختلف على اداره المسجد؟ ليه ما يبقاش موجوده بشكل امانه موجوده؟ لا، ما هو مناسبات. لا، ما هو اصل دي يعني قاعه، لا انا لا املك دي قاعه مناسبات ولا وفي حاجه اكتر من دي، في حاجه اكتر من دي. انا الدواء في المسجد عرضه للسرقه، عرضه ان النهارده كان في النهارده احداث شغاله، ايه ضمني واحد يقوم رامي حاجه مولعه في القاعه وجوه قطن وشاش فيولع الدواء بالقاعه بالمسجد باللي فيه، ونخش في قصص ثانيه، ومين عمل ومين ما عملش. انا حريص على ان هذا الدواء يساوي فلوس، فانا عاوز الامانه ديت تبقى في مكان بعيد عن الحدث. وجود عارف سيادتك كنت بتقول من شويه المواد الاغذيه، اخطر شيء اتعمل وانا ضده ان حطينا المواد الغذائيه مع الدواء في مكان واحد. لماذا؟ لان الاكل كان عامل لي طوابير قدام باب القاعه، طوابير عشان سندوتش بجنيه، بعرض دواء بمئات الالاف عشان، وممكن واحد يحصل مشكله على سندوتش يوم واحد رامي كوره فيها نار. فعملت ايه؟ اضطريت اعمل ايه برضه؟ قمت قافل جوه مثلا 20 كرتون ميه ولا 10 كرتون ميه، يا جماعه سيبوهم، هاتوا كرتون ميه من بره على حسابي، بس ارجوكم البدء فلو ولا سيبه مفتوح. لا يتقفل ولا سيبه مفتوح. وانت عارف رغم ده كله القاعه مقفوله، مفتاح مش معايا، مش هكل لجنه لجردها. انا ما بدخلش القاعه ومش خلصانين من الكلام، مش خلصانين، وبنقرا على الفيسبوك عربيات الدواء بتتحمل من المسجد،
ده الشيخ مظهر خد دوام المسجد كلام. رغم ان انا ما باجيش والمفتاح مش معايا مش معايا بيتقال الكلام ده على فكره انا قائم على حراسه الموضوع الاخ الحارس والمفتاح معاهم وانا مش معايا حتى مفتاح للقاعه خالص والموضوع انا ما صح ولا يا ابني كهول في بقالي 20 يوم مساله يا جماعه وشكلنا لجنه مكونه من ناس محترمه